العمر ورقة ورا ورقة واللي انكتب بالبحر عم نسرقه سرقة يا مبارح اللي كنت عايش على الملقى شو صار حتى رجعت شاهد على الفرقة أيامنا طرنا كتير نعيش الحلا بكرة تاري بعد بكير وهي ضاعت النظرة يا وقت خلي هالعمر يرجع لنا ورقة ويحدى موج البحر تنسرق سرقة هرهر ورقنا عالمدى وأحلام ضاعت عالهدى عم ننده وما في حدا ما الوقت مثل الريح صار الهوى عم يوجعو كم شت صور عم يرجعو يا ريت فينا نرجعو وأخوي وأهل نبقى خلي هالعمر يرجع لنا ورقة ويهدى موج البحر تنسرق سرقة مدهش انه مازن عم يتعامل على انها قصة حب عاصفة وانه هو شخص مغدور امر طبيعي يعني امر طبيعي انه تختلف ادوات هالجيل عن ادوات جيلنا طيب انت برأيك هو عن جد بيحبها اخي مو كان عم يبكي ايه شو بدك اكتر من هيك دليل لك يا اخي مو هيك بقول لك ها شو اخي معروف يعني بدك العالم كلياتها تحب بطريقتك انت لك يا أخي سامع هاي اللي عم تغني جوا لك هاي سبقتنا بسمين بسنين سماح الصوت لك هاي إذا بدنا نضل نتعامل معها بتفكيرنا وبطريقتنا بتعرف شو رح تعمل فينا رح تشوطنا وما رح إلا كلمة يلا خلينا نفوت لعند أبو نورس لأنه بتعرف هو بيحب يعني عادات العيلة معروف لحق عند بسرعة طمنا معروف شبك احكي لسه التحاليل ما طلعت بس يعني واضح من التشخيص الاول انه في مشكله بالكليه حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله ما في شيء بخوف يا ابني ما بعرف ان شاء الله ما ادور عليه ان شاء الله يا رب ان شاء الله طول بالك اخي ان شاء الله عرضي يا حبيبي ها ان شاء الله اي جماعه ان شاء الله ان شاء الله استلم جاك العرض السلام عليكم عليكم السلام بعرفكم الدكتور فراس مدير المشفى كله انا حكيت معه شخصيا وقلت له ينزل مع انه كان نايم بس فيقته قلت له تفضل انزل عندي حاله طارئه جدا
هذا بالإضافة إنه السيد الوزير شخصياً حكى بالموضوع والاهتمام على أصعد وجه. وبالنسبة لموضوع الإقامة لا تأكل هم يا معروف، حجزنا لك جناح خاص والأمور كلها بخير. لا تأكل هم يا أخي، لا تأكل هم. على كل أن هلأ رح أنزل شوف الدكاترة المسؤولين عن الحالة وبخبركم ما رح نوفر جهد لمساعدة المدام، اطمنوا وارتاحوا. أنا الدكتور معروف الكبابلي زوج المريضة، بقدر أكون معك. تفضل شرف. نبي، طالما نحن هوني بالمشفى ومثل ما أنك شايف المشفى كلها تحت أمر نورس ابنك، فشو رأيك نعمل لك هيك فحص عام تشيك أب؟ يسلموا يا أبو نورس، خلينا نعمل لك الفحص، عم نساعد الغريب، بعدين نورس ابنك صار دولة. مشان هيك المعنى لوراها. على كل إن أنا عملت اللي علي، وهي المشفى كلها تحت تصرفكم، وأنا كنت حابب أقدم خدماتي بس الظاهر مثل العادي، شو ما عملت ما عم يبين معكم. سلام عليكم. شو بدك تعمل؟ بلا أصل نحن. الله معك. فضل فضل بابا. حبيبي أنت ومزونة روحوا على البيت، ما عاد لكم شغل هون، خلص طمنا على هند. يلا بابا. يلا حبيبي. ايه بابا ايه، أنا هيك رأيي. يلا ما يلا يلا بالكم عليها. مزونة إذا عطستوا شي حاكيني. إيه حبيبي. الله معك. الله معك عمو. الله يعيننا ويعين أخوك. آخ مشان هيك المعنى لوراها. ومنيحة بس ما حدا فيه يفوت لعندها ليخلصوا لها تحاليل. أنا حكيت معها ما كان فيها شيء. شو اللي صار؟ شو هذا المشفى؟ مين جابها لهون؟ ألو أي سامر، هلا بتحكي لي مع الدكتور أحمد، بتخليه يحجز لي أفخم جناح عنده بالمشفى، مفهوم؟ مو هيك يا هدى، مو هيك. ألو أي سامر، أنا أميرة، منيحة ماشي الحال، ليك لا تتصرف أي شي هلأ، خلص أنا فهمها لهدى، باي. هدى معروف والدكاترة تحت والكل مهتم، أصلاً نحن ما فينا نتخذ أي قرار قبل ما نفهم شو هي الحالة. أنا أختي ما بتقعد بهيك مشفى، هلأ بدي طالعها. طولي بالك هدى، بس لنشوف الدكاترة شو بدهم يقولوا. أنتي هون؟ أهلين والله. أهلين هدى، اسمي مدام هدى لو سمحتي. هاي هاي شو صاير معك؟ طعشة علينا ومو شايفة حدا. طولي بالك، طولي بالك علينا بس شوي. يوه خوفتني. شو أستاذ جمال؟ صاير رجال وبتعرف تعيط وتخانق. هدى أنت شبكي؟ شو صاير لك اليوم؟ هلين خلينا نمشي بلا هالقرف. يلا حبيبي. أميرة طمنيني. إيه؟ أكيد حبيبتي أكيد. تاني مرة لما تحبي تزورينا بالشركة ابقي خبريني، مو مشان شي بس مشان نقوم بواجبك. بعدين ما بصير مدام محترمة تجي لعالشركة لعند حبيبها السابق وتاخد منه مصاري. شو عم تخرف هاي؟ ليه ما خبرتك؟ شو بدها تخبرني؟ احكي بقى حاجة بلادي. جمال امشي انا بحكي لك. استني شوي. يا علي شكلي سببت مشكلة ما؟ بس والله حلف لي سامر انه هي القصة كلها انسانية، يعني شغلة مصاري بس.
هدى هدى يا أهلين أستاذ سامر. أهلين، وين المدام؟ راحت على المشفى لعند أختها. لك إن شاء الله بيقبر لي ربك، أنا ما أحلاكي. حياتي، ليش مستعجل؟ طول بالك. لك شو طول بالي؟ قدي صلى رايحة؟ شي ساعة. معناتها تعبان لك. عالسليم. والله العظيم هو أحرجني وحلف علي يمين ما خبرك لأنه بيعرف ما رح توافق. ليش لحتى تطلبي منه من الأساس؟ والله العظيم ما طلبت، ما طلبت. هو شافني عند الصايغ وأنا عم بيع الذهب. شافك صدفة فهمناها، وعرف بوضعنا وحالتنا فهمناها، وعزمك على الشركة. ليش لحتى تقبلي مساعدته؟ ليش؟ شفت بعينك كيف كان وضعنا، الضغوط من كل الجهات، لك كيف ما درنا وجنا مديونين. طيب شو الحل؟ شو كان طالع بإيدي؟ قليلي خبريني. ما كنت رح تقبل. بتقومي بتروحي لعنده من ورا ظهري وبتقبلي مساعدته؟ لك وفكرت رحت لعنده مشان مشاعر قديمة، ولا هو عطاني المصاري طمعان فيني؟ لا خلاص خلاص، أنا ما عاد أعرف شو بدي صدق. أساساً أنا رفت رفت من هالدنيا واللي فيها حاجة بقى حاج. طبعاً بدك تنحرج وتحس حالك صغير قدام نجاحاتي. قضيت عمرك كله عم تراهن على هالفاشل المعروف، وبالآخر قلت لك خود. أولى ولك أولى، إذا كنت رجال أولى أني أنا خجلتك وطلعت أنجح واحد بولادك. أولى تعرف شو؟ بعرف أنك ما رح تقولى، لأنك أجبل من أنك تعترف قدامي. بس مو مشكلة، أنا بعرف كيف خليك تعترف وتقولى. انت بدك تضل عم تأجل؟ امتى عم تعملها؟ انت ليش بتكرهني كل هالكره؟ ليش؟ انت بتكره حالك، انت بتكره حالك. ليش ما قلت لأخواتي اني سرقتك؟ ليش ما فضحتني قدام الناس؟ ليش ساكت كل هالمدة هي؟ فهمني؟ لك قوم 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 وواجهني. نورس يا ابني، يا نورس، تعرف ليش ما عم واجهك
وما عم صرخ ولم عليك الناس وقول ابني جاي يقتلني مشان احمي العيلة يا خسيس؟ لأنك بتحب تذلني وتعذبني، لأني من وأنا صغير أنت ما بتحبني. قوم قوم شوف الصورة اللي على الحيط، بتلاقيني برا. بحياتي ما حسيت حالي واحد من هالعيلة. عرفت ليش بدي قلت لك؟ لأنك بحياتك ما كنت أبي. أنا كل عمري حاولت أحمي العيلة منك، ما توقعتك تكون واطي لهالدرجة وتفكر للحظة إنك تقتل أبوك. يا خسيس، لك أنا اللي لازم أقتل حالي، أنا اللي لازم أقتل حالي وارتاح منك، لأني خلفتك. أهلين أميرو، طمنيني شو الأخبار؟ سيئة كتير والله يا نور. شو طلع معه؟ فشل كلوي حاد. يا لطيف، كيف هلأ؟ يعني عملوا له غسيل، وضع أحسن، بس لازمها زراعة كلية مستعجلة. لا حول ولا قوة إلا بالله، معروف كيفه. فوتي، ليش واقفة على الباب؟ ما بحسن حبيبتي، بدي لحق اطلع اطمن على البابا وروح على بيت جمال. بعد هلأ؟ شكلها صايرة مصيبة عندهم بالبيت، بدي لحقها قبل ما توقع الفاس بالراس. يلا حبيبتي، بس اجي بحكي لك. ايه خاطر. الله معك، الله معك حبيبتي. نوراس. أميرة. أهلين أميرة. خير شبك؟ شوفي. لا والله ولا شيء، بس ما اجاني النوم فجيت لأطمن على الوالد، أما ما حدا فتح لي. لك صحي طمنيني، شو أخبار هند؟ ولا طلع معه حرام. نوم بعدين بنحكي. بعدين يلا بعدين. يلا بشوفك. عظيم، رحت لعنده من باب المساعدة. انتي فكرك رحت لعنده مشان مشاعر قديمة؟ ليش كان في مشاعر قديمة؟ هيلين، ما حدا عم بيقول هيك. جمال هيك عم بيفكر. جمال زعلان ايه، بس مو لأنه شاكك فيكي لا سمح الله. هو عم يحكي من ناحية المبدأ، وانتي بتعرفي قديش بيكرهه لسامر، وانتي بتعرفي سامر شو مساوي فيه. ما كان لازم تقبلي المصاري، ما بيجوز. اختي، في شغلات ما حدا بيفهمها غير اللي واقع فيها. هل قد كنتوا محتاجين؟ ايه محتاجين. جمال كان ضحية، ما حدا حس قدي هذا الإنسان خسر ودفع ثمن. كلكم ظلمتوا أميرة، أهله ورفقاته، لك حتى البلد اللي هو المفروض ابنا، لك الدنيا تسكنت بوشه وسودت، كان رح يموت. انت بتعرفي انه أخوكي لو ما كانت روحه معلقة بشمس ومطر شو كان صار؟ كان انتحر. ايه كان انتحر. بدكن يعني ما اروح لعند سامر واخذ مصاري؟ لك انا بروح عند الشيطان وبوس رجله، ولا بخلي جمال يموت على البطيء. ما
مرة قلت له حبيبي أخي بألمانيا تعال نسافر لعنده، نحن ما قلنا شي هون، بعدين هاي البلد شو حطتك؟ تعرف شو قال لي؟ أعوذ بالله أنا سافر وأترك بلدي وروح على بلد تاني، أنا عندي أولاد بس يكبروا رح يهدوا الدنيا، خلي بلد تاني تستفيد منهم، أعوذ بالله. إيه ماشي خليك عايش بهالزجورة الزفت لقلك. خلص اهدي هيلين، اهدي حبيبتي. قدي أخدتي من سامر؟ 100,000. طيب يا هيلين ليش ما اجيتي لعندي؟ لك أوف أوف لك أوف على الذل والفقر، يعني إذا بدي أجي لعندك ما عاد في داعي. خلص خلص اهدي اهدي خلص يا روحي، أنا بكرة بتصرف. بما يخص جمال ما تاكلي همه، رح يروق لحاله. أهم شي هلا نرجع المصاري وبعدها كل شي رح يصير سهل وينحل. روقي يا حبيبتي روقي. يعني دكتور أنا ما بفهم بالشغلات الطبية، بس يعني ما في حل؟ ما في حل إلا الزراعة؟ المشكلة هاد بقى لتلاقي متبرع ولا يكون في تطابق. طول بالك، يعني بكرة بتلاقي المتبرع وبتعمل لها العملية وبترجع أحسن من أول. أنت أبو المهمات الصعبة، شو نسيان؟ لك أي نور رجعت لها النظر تبعها. خليك معي اليوم، أجابها لي ضل حالي. لك أنا معك، أصلاً ليه جاي بهالوقت المتأخر قاعد على قلبك؟ يسعد لي هالصباح، هلا كنت فايتة فيك. والله صراحة ما كنت نايم ولا إجاني نوم. إيوه، وليش بقى؟ ما بعرف، شغلة فاضية. احكي لي لشوف شو قصتك مبارح. هي أكيد عفراء جاية تطمن على الحد. صباح الخير. أهلا خالة. صباح النور. صباح الخير أميرة. صباح النور، جيتي بوقتك، هلا غلينا القهوة. اي والله بوقتها، صار لي مو نايمة من امبارح. لك شو قصة تكون ما حدا نايم غيري؟ خالة، هلا مريم تحت؟ ايه حبيبي مريم تحت، قالت لي إنه عندها محاضرة على الساعة 10. طيب، لكن أنا نازل أشرب مع قهوة تحت، سلام. الله معك حبيبي. شو بو؟ كيف ما في شيء بيكون بده يحكي مع مريم؟ الله يسمع منك، بلكي بيرجع لهم عقل الرحمن وبيتصالحوا. لك ليش هني عرفانين بالأساس على شو مختلفين؟ قولتك كلها صغر عقل وولدنات. المهم هلأ شو اللي مفيقك انتي ومطير النوم من عيونك؟ ليش في غير هند ومرضى؟ يا علينا، انتي شو خصك بمرض هند؟ يوه شلون شو خصني؟ ما هذا معروف حبيب قلبي. أنا فكرت كتير منيح بالليل وتوصلت لقرار، وبدي منك تساعديني وتوقفي معي مو ضدي. يا الله يستر، معناتها أكيد في شي تخبيصة. لك لا تخبيصة ولا شي. نور أرجوك يا حبيبتي عطيني من الآخر. أنا قررت أتبرع لهند بكليتي. نعم والله مثل ما سمعت، انت واحد غشيم وقليل عقل. اوه هلا بدل ما تساعديني اجيتي تشمتي. لك ولا انا مو شمتانه فيك، ليش ما بتفهم الكلام؟ ولا بظن انا عمك وعيب تحكي معي هذا الكلام. شفت؟ لهذا السبب انا طلعتك من حياتي. طيب اعتبريني عم امزح، منيح هيك؟ لا حبيبي ما عم تمزح، انت من وقت فتنا على الجامعه وصرت عامل لي فيها عم ووصي، على هيك بيصير وهيك ما بيصير. مو لاني عمك، اعتبريني اخوكي. مو هيك انتي بتحبي؟ ايه على فكره انا هيك بحب، ونحن هيك لازم نضل. لاني اخوكي بحب اقلك انه الثياب اللي عم تلبسيهم بشكل عام مو ظابطين ابدا. استغفر الله العلي العظيم، هلا انت جاي تخضني من عند الصبح ولا تحكي بمشكلتك؟ لا جاي احكي بمشكلتي. هلا انت عيني
يا حبيبي وعم تدخني كمان. اسمع لقلك، هي روعة اللي حابة ما أنا روعة على الإطلاق أبدا مازن، لك مفضوحة. وإذا بدك أنا متأكدة إنه هذا الشاب اللي حاببته، يعني اللي بده يحتفل اليوم بعيد ميلاده، واحد فاضي بس عنده سيارة، عنده سيارة ما، وهذا الشيء إذا بدك بيكفيه. مو بس هي ونص بنات بلدك. يعني هلا أنا بفهم من كلامك إنه الشباب اللي مثلي ما لازم يحبوا يعشقوا لأنه نص بلدنا بيهمهم المصاري. هلا هذا اللي فهمته؟ لا حبيبي، أنا عم قلك إنه لما بدك تحب لازم تعرف تختار. ليش انطمزت؟ لا ما انطمزت، تعبان طالع نام بغرفتي، ما نمت من امبارح. مو ناقصة اللي غير عم تسمع عبد الحليم حافظ. لك أنا ما قلت لك أنت ما تتدخلي، ما دخلك نهائياً. كنت معصبة وكانت أعصابي تلفاني على أختي، طلعوا بوشي وصار اللي صار. حطيتيني بموقف مثل الزفت قدامهم. كل هاد مشان السنيورة هيلين؟ لا والله أقسم بالله مو مشان السنيورة هيلين، أقسم بالله يا حبيبتي يا هدى أنا اللي لحقتها، أنا اللي أصريت عليها تاخذ المصاري. نوال، نوال افتحي الباب. حاضر مدام. زعلتني. سيد سامر موجود؟ اي موجود، تفضلي. مرحبا يا سيد سامر. أهلين أميرة. كيفك يا مدام؟ أهلين أميرة حبيبتي، تفضلي. هذا الموضوع خلص منتهي نهائي، ما عاد احكي فيه. بعدين اكجب له، يعني انت والله لازم تعرف انه هيلين ما بتطيقه لسامر، لك ما بتطيقه وبتكرهه، سيرته ما بتطيقه. ما بصير يا اميره، ما بصير تقبل مساعده منه تحت اي مسمى. لك انا شارح لها من زمان وقايل لها انه هذا البني ادم بس يصير معه مصاري ويقوى عصو رح يتصرف هيك. ما كان لازم تعطيه هذا الشرف، ما لازم. يا جمال، هيلين بعمرها ما ضغطت عليك ولا نقيت ولا نكدت، لا عليك ولا على بيتها ولا على اولادها. اخي الله يرضى عليك، لا تقسى عليها اكثر معنا تعباني. عليه اميره. طمني اخي، كيف صارت؟ احسن؟ احسن. طيب انت فاضي؟ عاوزتك بشغلي. انا طالع على البيت. جمال مثل ما فهمتك ايه؟ قال شو؟ ست نور بدها تتبرع لهند بكلية. شو هالجنان هاد؟ سكروا لي على هي السيرة، خلقت الله مطوش راسي انا. دكتوري مدام تعبت. كان محرك عليها الألم شوي، بعدين اجوا عطيوها مهدئات، صارت منيحة. لا يا بابا، معقول يعني اتركهم إذا ماني متأكدة مليون بالمية؟ لا يا حبيبي. شو بدي أقول لك؟ عفراء اجت مشان الغداء؟ كتير منيح هاد الحكي، تغدى انت ومازن ايه؟ انا مضطرة امرق على المكتب شوي. ماشي بابا، ماشي حبيبي، ماشي يا قلبي، الله معك، مع السلامة. كمال؟ كيفك اميرة؟ الحمد لله. كيفك انت؟ تمام خير. كأنك طالعة من المشفى؟ ايه والله، مرت اخي تعبانة شوي. سلامتها سلامتها. الله يسلمك. شو كأنه مبروك. الله يبارك فيكي. طبيبة فرنسية تعرفت عليها بالمشفى من 4 سنين. ايه حلو، ان شاء الله الف مبروك. شو جاية زيارة لهون؟ لا استقريت هون. والله ايه كتير منيح، يعني قليل كتير تلاقي أوروبيين بيقبلوا ويجوا يعيشوا هون. كأنك ما أنا تجوزت القضية.
وأي قضية منه حاكم كترانين. قضية المرأة يا ستي إن شاء الله تتهني، وإن شاء الله عم تحققي نجاحات. يعني كيف بدي أقولك، ما بطلع من فشل إلا فوت باللي أفشل منه. شو عندك هلأ؟ ولا شيء، كنت طلع على المكتب. حلو، معناتها بتعزميني لعندك على فنجان قهوة؟ طبعاً، أكيد، تفضل. معك سيارة؟ إيه معي سيارة. معناتها أنا حجيب سيارتي من قدام شوي. وين صافوفة؟ قدام شوي، طلعي بسيارتك وأنا بلحقك. وأنت بتلحقني. أوكي يلا اتفقنا. شفته بالصدفة واتفقنا انه يمشي وراي بالسيارة، ومشي وراي. شلون غفلت عنه بلحظة وضيعته ما بعرف. طيب بكرة روحي لعند ابوه على المكتب، مو ابو استاذك القديم؟ شو بدي اقول له يا فهيمة؟ اعطيني عنوان ابنك المتجوز. متجوز؟ طلع الافندي بسلامته متجوز؟ صار لك ساعة عم تحكي لي وانا قلبي رح يتقطع عليكي وطلع متجوز؟ لك اذا متجوز شو بدك فيه؟ اوهو علينا، يعني بالحياة ما في حل وسط، يا أما حبيب يا أما ولا شيء. ما بدي منه شيء، يعني بدي هيك بس إنه سلم عليه واطمن عن أخباره بس. يا حياتي شو قلبك كبير عفراء، لكن مو ناقصتك أنا. ها قاعدي أعمل لك فنجان قهوة ونحكي على رواق. لا أجليها لبعدين، ضياء ناطرني بالمنشرة ما بعرف شو بده. باي. حوبة، أقسم بالله حوبة، كيف عطوها شهادة دكتوراه ما كنت أفهم. حب خطبتي زي خدي. إيه بس إخواته الحقيقيين ما حدا منهم عرض إنه يتبرع بكليته لهند. يا دكتورة شو بدك بهذا الحكي هلا؟ أنا عم بسألك شو قولك؟ والله يا ضياء ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني بالنهاية هذا الموضوع بيرجع لإلك ولعفراء. هلأ أنا سألت قالوا لي إنه يعني بعيش حياتي طبيعي وما في أي خطورة. مزبوط. دخلك نضال وحسان مشي حالهم؟ إيه رضيت عفراء يرجعوا. كتير منيح، خطي لأنه ربيوا بهالمكان. إيه والله مزبوط كلامك. هلأ شو قولك، خبرونا للدكتور؟ إيه بيكون أحسن. أنا عم رح أوصل لعنده على المشفى فوراً لأنه سمعت إنه الوضع خطير وكثير مستعجل. خير أستاذة جمال؟ ما في شيء سلامتك، بس كثير جع بالي ضمك. الله يخليلي إياك. إيه قوم أنت تر، عم لك بدي ضمك، لك أحلى أخ أنت، أحلى أخ ضياء. تقبش قلبي، تقبش قلبي ما أحلى. الله يخليك إياك. خير قلبي. الله الله. والله قلبي كان حاسسني. وقعدي عم تحكي لي عن كمال بس مشان تشغليني عن القصة الحقيقية. بس عفرا؟ إيه لا مو بس، شفت بعيني ما حدش قال لي. شو الترتيب؟ ليك ضياء من هلا عم قلك ها، مع ضرة ما بعيش. ايوه هيك تضربي شو رايقة. ايه يلا عن اذنكم لازم روح لعند ابو نورس هلا، بروح بلاقي ضايج وقالب خلقته لاني تركته من الصبح وعود ساعتين راضي فيه اذا رضي. يسري دكتوره. يلا السلام. الله معك. سقيله مو بايدك، مو بايدك خايده، مو بايدك، مو بايدك. ايه هلا بالبيت بحكي لك كل شيء. هي اجا معروف. الحمد لله على السلامة دكتور معروف. الله يسلمك استاذ سامر. رح ساوي لكم قهوة. جيبي يا عم المكتب. تشرف. هاي يا حلو. شو بك صافني؟ أبوكي عنده ضيف. واو عن جد؟ والله وعشت اليوم وشفت وأبي عم يستقبل ضيوف بهالبيت. طلعنا عائلة. هلأ وقتك أنتي. م-
شفتي لي؟ شلون جولييت خانو؟ مين جولييت؟ جولييت؟ هند حبيبة الدكتور معروف. هلأ وقتك لك بنتي. أمي؟ مين الضيف اللي عنه؟ ما بتعرفي. سامر. شلون ما بعرفه؟ سامر أخوه العفراء؟ الزلمة الجنتلمان. بس أنا ما فهمت، ليش حاستك متكهربة؟ لأنه أبوكي بس شافه تضايق. رح ودي لهم لا لا لا، ليكي خليني فوت أنا. وليش بدك تفوتي أنت؟ مشتاقة لبابي. من أيمت؟ لا، من أيمت شو؟ ما أنا كل عمري دلوقتي. بدك آخ منك أنا. صدقني لما عرفت شو عاملة مع جمال وهيلن بالمستشفى عملت لها بهدلة كثير مادني. سامر اعطيني بالآخر لأنه أنا مطوش وما عندي وقت. يا أخي أنا بدي إياك تشوف جمال وتفهمه. أو على الأقل خليني أنا أشوفه لحتى فهمه. مرحبا. مرحبا. تفضل. شكرا. أهلا. مرحبا. لسه مرحبا. أنت؟ أنت مريم؟ تعرفني؟ قال بعرفك. لك يا درسان أنا ما حاملك على إيدي هدول. اسمع اسمع، أنا يوم تشرفك أنا وأبوكي مثل الطابة وكنا نتركض من بيحملك أول. وليش ما عاد شفتك؟ ليك إذا الدكتور مزعلك خبرني، ترى ما في غير أنا ما بينرفض لي طلب. لا الدكتور صديق العمر ورفيق الأيام الحلوة. بتعرفي إنه مكان تكنس من عندي كان صار يعني أيام العشق والهوى. أيام عشقه لهند؟ أنت كيفك؟ يعني كيف لحتى طالعة حلوة هالقد؟ أكيد مو للبابا. بس صاحبك عرف يلعبها صح، ورتني جمال أمي وعقله. ووين صرتي هلا؟ سنة أولى معلوماتية. أي برافو، معناتها بتخلصي ولا عندي دغري؟ وين؟ أنا يعني عندي شركة يمكن تعتبر من أهم شركات الكمبيوتر بالبلد. حلو. على كل أنا رح أترككم لأنه كنتوا منسجمين ويبدو مقاطعتكم بالإذن. برنا شباب ولا شيء، بس عم بتأمل صاحب أهم شركة كمبيوترات بالبلد. كأنه عم تتمسخر. كنت بتمنى جمال يسمع هذا الحكي. أنا ما تركته لجمال، هو ما كان عنده طموح. هلأ ممكن يكون أحياناً ما عنده طموح، بس أكيد عنده وفاء. يا لطيف، لسا من هذيك الأيام بدك تعاتبني على نفس القصة، وكل الأيام اللي وقفت فيها معكم بكل مشاكلكم وحلها جاي هلأ تعاتبني؟ ما عم بفهم أنتو يعني أنت وعائلتك كيف شايفين الأمور؟ أنه نحن البشر العاديين وأنتو الأتقياء الأنقياء القديسين الأولياء؟ فلقتني يا رجل، أقسم بشرفي ورحمة أبي وجدودي فلقتني العمى. ممكن افهم كيف تستقبليني هاك عندي بالبيت؟ حبيبي يعني. يعني شو؟ يعني زمان وقت كنت اسألك عنه كنت تقلي إذا سامر معلش فوتي. لك هذا الحكي من 15 سنة، وأنت بتعرفي منيح إنه كل العيلة ما بتطيقوا لهذا الكلب. والله مو ذنبي أنا. دق الباب سألني عنك، قلت له مانك موجود. أضل واقف برا، استحيت منه وقلت له تفضل فوت لجوا. فيني أفهم شلون بتحاكيها بهالطريقة؟ أنت شو هي المسخرة اللي ساويتيها جوا؟ شو ساويت؟ أبي ورفيقه وعم نمزح. أنت ماني ناقصك ها؟ اسمي مريم، وعلى فكرة على دفتر العيلة بنتك. عرفتي ليش ما بحب اجي لهون؟ حول ولا قوة الا بالله. انت شو طلعك هلا؟
طلعت دافع عنك لأنه كل عمرك ضعيفة وزليلة قدامه. بظن عيب تحكي مع أمك بهالطريقة. من قهري عليكي ما عم أفهم شلون بتسمحي له يعاملك بهي الطريقة. لك مشان شو؟ كل عمرك رقم اثنين ورح تضلي رقم اثنين، وأنتي رضيانة ومبسوطة وعلى قلبك أحلى من العسل. لك أنا حكيت لك شي، شكيت لك شي، حاج تتفلسفي. اي روحي روحي اعتذري منه واستسمحي كمان. الله لا يوفقه اذا ما بيركبك وبيدندل رجليك. كمان كيفك اميرة؟ الحمد لله. كيفك انت؟ بعد كل هالسنين تتعودي عليهم. لك ما انا اللي مجنني انكم بتعاملوه عادي، شو ما ساوى عادي. والله يا مريومتي هاي العادي مو جايه من فراغ. ابوكي بعمره ما اذى حدا بقصده. هو يمكن عنده مشكله بس قراراته. دائما بيتخذ قرارات غلط، بس هاد ما بيلغي انه انت عندك انبل واطيب واحن اب بالعالم. كأنه هذه الاجتماع. Thank you.